يا مرحبا الساع، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا فيكم في مشروع الجزيرة العجيب. مشروع الجزيرة ما راح يكون بالتعقيد اللي هو، بس أبغى المنظر من هني. حطينا عمارة طويلة، بعدين بنزل عماير أقصر. لازم عماير أقصر شوية، ما يستوي كل عماير كبار 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 كبار. الموضوع ما بينفع. بس عندنا المستشفى هذا العجيب، يعتبر لاند مارك، يعني ممكن الناس تسافر لهذا التيلة، تعرفون؟ أبغى أحطيه بمكان يكون في زاوية. الحين شغلنا مركز المدينة، الحين ببدأ أشتغل على وين؟ على مركز المدينة هذا اللي أنتو شايفينه. فبنبدأ نسوي شوارع شوي أكبر من المعتاد. لا، أكبر من المعتاد يكون تو ماتش، صح؟ لا، بيكون وايد اوكي، بيكون وايد اوكي. انزين، نسوي شوارع داخلية. مركز المدينة بكل بساطة عماير، لا اكثر ولا اقل، بس عبارة عن مجموعة عماير بسوي. بس ابا هني تحت الجسر، مش تحت الجسر، ابغى اسوي خدمات الجاربج الحين، اساس ان الجاربج بيبدا يتم، عرفتوا؟ مستشفى بنحط حوله مجموعة شغلات. تجاريا يبون هني يكون، وعند التجارية راح يكون عماير. ابي حكم منو؟ لحظة، خلينا نشيل مع الشارع هذا، ما ابغى شي يطلع هني. شارع اساسي ما ابغى، بقول بنحطه على الشارع الاساسي. حلو، عماير رص على الشارع الاساسي بتكون حلوه ويكون شيء جميل. وبنزل شارع اللي هو هذا نفسه. لحظه، خلينا نلزقه في الارض. مركز المدينه من اهم الشغلات اللي ممكن نشتغل عليها حاليا. ايوه، في ناس مدلعين هنا بيكونوا، ترى شوفوا وين بيسكنوا، شوف وين بيشتغلون بالأحرى. في ناس بتتوصل في هذا المكان هنا، بس اللي هم هايل عماير مطلع على البحر، رومانسية، بس عماير صغيرة يعني، مش عماير كبيرة. بسوي عمارة هني غير، وعمارة هني غير، هاي هني عمارة، هني عمارة، وهني عمارة، وهني مجموعة عماير. هذا لا، هذا بس خلنا نمسح السطر هذا. اوكي، حلو، وايد اوكي. ها، كلها عماير سكنية على فكرة، عندها مجموعة شركات هني. اوكي، وعنده شوية كهرباء. قلنا لكم نحن صديقين للبيئة، ايش بالكهرباء؟ نايس، قريت شوي على الحظ، بس هاي لازم هاي شانزليزيه مال البقعة بتكون. شوفوا، لان عندي العماير هني، ففي عماير صغار لابد، انا احس انه لازم، ما اعرف، لكن انا احس انه لابد، يعني لابد يكون في عمارة من هالنوع. خليني احط لهم مي. وهني نفس الحركة القديمة الاولية، شو بسوي؟ بسوي الارض تحت هني. اوكي، خليها مسكر شيء من هالصوب ما يبين. حلو، وبني بالشارع نسويه، شو نفق لين منو، لين هذا الشارع. هالشارع لا ما ينفع،
almost right. شوفوا هذا، لحظة شوف، اوكي هاي يبغى له شوية تضبيط، ينبحر عقب يتضبط ما عليكم، خليه ما يبين. نظمت الطريقة هاي، الحين نبغى الجاربج. سوبر ريسايكلينج سنتر، كانت بلدن ووتر بسيطة، كانت بلدن ووتر بسيطة. نسوي هني، نرفع نعطيه البرشاة سايز، نكبر المكان، وغلط في القياس طبعا، بدل ما كحلها عميتها، خليه يروح الماية اللي هني. ليش بعد يقول ان ووتر؟ هاشم شو منه. انزين مش ووتر يا صديقي. ايوه نزل الماي كله. نشيل هذا، ندفه وين؟ تحت الجسر مرة، فتحت الجسر اللي جاي تشوف شي. ها ريسايكلينج سنتر كهرباء، محصل هو كهرباء، بس بما انه ريسايكلينج سنتر حلو يكون عنده سولار بانلز، الحين بنواجه مشاكل لابد منها اللي هي المية. بيكون حلو شكل، شوفوا والله مكانه مرتب الصراحة، جدا مرتب. كنت سمون. اوكي هذا نفس اللي تهيدون في الجزء الاول اللي حط المترو هني عند المستشفى، اللي كان يحط مفاتيح تحت ال تحت الزولية قدام البيت، هذا هو نفسه للحين. زين هذا هو نفسه، نفخ من هني لين المطار ويمر. مشروع جامد هذا، مو جامد اللي بعده. ون هذا للمطار، واذا يبي يروح اي مكان خليه يروح المطار. الهدف اكثر شيء الناس بيهم المطار صح، مفروض انا اتصور هالشيء، الناس اللي بتين هني من المطار بيكونوا هني. نحطيه هني عندي مستشفى نفس هذا، شو بيكون عنده؟ محلات معدات طبية، بعد مولات عماير، حلو. خلنا نشيل النفق بس، حطينا الشارع مرة في الوسط. شو بسوي هالشارع؟ ها هني شي تقاطع، بسويه كامل عماير. شو سكنية من الآخر، من الآخر. ويدا مو خلهم يدا مكان ثاني، مشكلتهم لأنه راح يكون عندي هني بعد اللي هو تابع المستشفى.
مستشفى له طوارئ بروحه، كل شيء بروحه، فبأخليه له الكهرباء شو تابع لها بروحه حق الطوارئ، هاي كهرباء تابعة للمستشفى ما تتبع لأي حد ثاني، خلاص من الآخر أنا أقولكم إياها. هني بسوي منظر عادي يعني اللي هو متعودين عليه، لأن هني عماير مكان واحد كله تجاريات إلا في الوسط، هاي بسوي لهم شي، بسوي لهم الحدايق هني ترى المنطقة الحدايقة بتركز في المكان هذا، هني عماير لازم يكون عندك مكان عمل صح، مركز المدينة لازم يكون مكان رتش، مكان مفعم بالحيوية والنشاط، هذا هني بنحطيه. عندنا بس دام انه تقاطع تقاطع سوي هني، بنحطيه هني، هني تقاطع من هني لين هني، شوف الشارع، احاول اخلي العدد تقاطعات قد ما اقدر. والله شكل الخريطة حلو، انا مقتنع تقريبا فيها، بس باقي لي الا ارص بيوت هني، يعني نزقه في الارض بس، نبلنا هني صراحة، مشروع البيوت مشروع ناجح في المكان هذا. شوف الحين هذه الرصة مسوينا شوي يعني جو حلو في المكان. صبر تعال، تعال هذا، خلنا نخلي خط مع صديقه اللي نفسه خط أساسي. هاي بيوت هني ناس ساكنة، وعندنا مش هني، هني الناس بتسكن تحت، مو بحط شيء، الصوب الثاني من الشارع شوفوا، هني الناس بتسكن، هني بس بيكون في يمكن دكان، مش هذا دكان، حط هني عماير دكاكين. شوفوا هاي في المنطقة، تعرفون المناطق تدخلون بعض الفرجان ليومكم تحصلون بعض العماير دكاكين موجودة للحين، شي فريج وعليهم 5 عماير ورا بعض، وهالعماير دكاكين نفس المبدأ، ما في فرق، نفس المبدأ. انزين محتاج وحدة استجابة كوارث، طبعا ها مكان سياحي ما في مجال للخطأ فيه، وحدة استجابة كوارث تابعة لمركز ضخم، شوفوا يغطي المنطقة كاملة، يغطي المنطقة الثانية بعدها، يكون جنب محطة الباصات على شارع داخلي خاص فيه، ما يكون في زحمة بعد، ما بيكون في زحمة، ما تصور بيكون في زحمة أصلا، مدعوم بمركز استجابة الكوارث اللي هو الكوارث، وين بيكون مكان بروحه، يكون لحظة ايوه البحر، نحطه الى راديو اوكي، هذا افضل بمراحل،
هذا وين بيكون؟ بما انه يغطي مساحة كبيرة نحطه على رأس الجزيرة. لا بنحطه عند المكان هذا بعدم هذا. خلنا بس وصل ماي ها كله اساس يضبط وياي منو مركز المدينة. بس استذابة وحدة الكوارث يكون كارثة اذا كان معتمد كهربت على حد، فلازم انا عبتني سالفة السولار على فكرة اخبركم. بس حطي له مركز بروحه ونحطي له التول. هذا مكان زين بعد هنا. هذا هني في راس الجزيرة. ها هذا ترتيب الدنيا ترى. هذا ترتيب الدنيا. بس ما وصلت الا كهرباء. اوكي. انت بعد خليك يونت بروحك. مش على اساس انه ما بيوصل، بيوصل بس. خلي حق يونت بروحه بس ياخذ مساحة يخرب بيته. سوينا له كفرج. انزين الحين نبى مستشفى عندنا، هذا عندنا نبى نحطي. ايوه كل شيء مميز الحين، وقت الشغلات المميزة. تسكب دش هذا اللي هو عندنا هني نحن. طبعا هذا تحسونه يخصه في هذا، بس هذا يتعلمون هنا كأنه أكاديمية لا أكثر ولا أقل، مجرد أكاديمية ستريت ليبراري. قلت لكم هالمكان راح يكون هني ملغم سوالف طر. شوفوا الناس يوم تجي تبى تستانس تبى. انزين هذا هاي سكول عندنا هني اللي هو بيكون بالمنطقة هاي، ونبى المنتري سكول. المنتري سكول عبارة عن مجموعة جامعات هالمكان. لا طبعا مو بس مجموعة جامعات، هل حط المنتري سكول بس عند المستشفى تحت. نحط إلمنتري سكول هني هني. لا طبعا بنحط إلمنتري سكول قريب البيوت اللي هني. طبعا بياخذون لفة شوي طويلة، بس شو بسوي؟ صغر اللفة عليهم. شوف هاي المدرسة، بس المدرسة وباركنات الفندق. أحسها غلط. لا تول بي فاين، تول بي فاين. بس خلاص ما بعضك المكان اكثر، ابغى اسوي المشروع السياحي هني. بس خلونا نرص رصة البيوت اللي من متى نترياها نحن. ادري بكم اتوقع انكم تتريونها يعني. شوف هاي رصة بيوت محترمة. نعم هاي الكوكب اخر عايشين حاليا. بعدين خدمات الشاطئ بتكون غير، اكيد غير. خلنا نحطين الدكاكين هني. دكاكين صغار كلها. هذا كان عود بس باقي كله صغار صغار صغار. ما هم بروحهم بس اتس اوكي اتصور. اوكي ها ما يهني ما شيء.
سوق شوف كيف ما شو محتاج not enough workers ترى workers full هنا انا حاط زون resident اليوم زون خلهم يبنون بس فالحين تكون يعني ما عندهم شي ثاني ترى الجزيرة هاي يبالها حدايق ولا حدايق سيريس ريب ولا نشوف هذا حطي لهم عندنا بحر نقدر نسوي ممشى طويل والملاعب هني بتكون طبعا ملعب ملعبين تنس بس نشوف الطريقة هاي لحظة تروح ترجع عليه عندنا هني يبالنا مش اديكيشن لحظة يبالنا شي لاند مارك يكون وين مال الحدايق هذي لهم ستيت اوف شوبينج انترستنج شكله مكانه مناسب هذا اكثر من مناسب ها ما قام يتشكى ها لاند فاليو شوف ها بس تمثال ترى لا اكثر ولا اقل شو اسمه مش تمثال هذا اللي ما اعرف يسمونه اللي هو شيء يعني يسمونه المهم يعني تمشوا بعد ما اعرف اسم كل شيء انا ابغى حديقة من حجم ممتاز اللي هي بنحط منها 3-4 الحين اذا حصلتها او ممكن ايوه واحد ثلاث اربع بنحط عندهم اهم شيء الشكل يكون جميل ترى واحد اثنين خلاص ما يستوي هذا حده هاي مجموعة مطاعم هني بعد خلنا نعدل بس هذا الشارع اوكي الحين شكل افضل وايد مركز المدينة محلاه الحين اللي يدخل المدينة يقول بس شو هالعز هذا هذا هو الكلام الحين بحط مواير سكنية هني وهني وشوية مواير تجارية نبا هني بعد مواير تجارية نبا هني سكنيات ما بعبي الفراغ انا بخلي هذا المستقبل تعرفون وين صار هذا وانتو سايرين دربة هناك بعد في مقبرة ستايل جديد بحطيها مقبرة بتكون هني مقبرة بسولر بس ما اوكي ونحط جنبه خدمات هاي جديد شوي محلات جديدة بس شوفوا
حجز 8000 قديم يعني يناسب الثيم اللي انتو رايحينه. يعني شوفوا هاي الثيم اللي نحن رايحينه يناسبه. هني عند الآثار عند هذا محلات وهذا في العادة يكون في مقابر الأماكن السياحية الكبيرة. ها كان وقت الحلقة اليوم مركز مدينة الجزيرة. ما بكمل الحين، ببدأ مشروع ثاني يوم هني بيستوي احتياج شوي، خلي اللعبة تمشي يسوون احتياج للناس وهذا، يستوي ضغط على المكان، ببدأ أضيف شغلات في الجزيرة. بس الحين ببدأ بعدها أشتغل على المنطقة هاي من الخلف هني تقريبا، بسويها منطقة زراعية كاملة. هذا كان حلقتنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.